السلام عليكم البنات، السلام عليكم الرجال اللي مضمين القناة عائلة نصائح حليمة، والناس اللي ضموا جداد كنقول لكم مرحبا بكم. هاد الوصفة اللي غادي نقاسم معكم اليوم للتذكير فقط، أنا قسمتها معكم عدة مرات، وقيلة جوج ديال المرات، والفائدة اللي عطاتني، النتيجة اللي عطاتني، والحالة اللي كان فيها شعري فاش قلت لكم مشيت عند واحد الكوافور وليت كنوض في الليل وكنحس بالزغب ديال الشعر ديالي، ما نقولش لكم على هاد الوصفة. انا اليوم الحد فقت الصباح بكري عملتها على شعري، يعني خديتها من هاد القريعة، لا تعقلوا هانتوما هاد القريعة، لا تعقلوا هادي ما فيهاش الثومه، فوالا ما خديتش من هادي، يعني هادي للناس اللي ما كيبغيوش الثومه. غزاله غزاله غزاله. الوغ علاش انا كنفضل هاد لي بو هادو؟ انا غادي نقول لكم دابا، انا باش نخلطها كنعمل ليها هكا، كنخلي واحد الفراغ هنايا، ها هو كتشوفوا فيه، وكنبقى ندور باش التحتاني يطلع الفوق والفوقاني يطلع لتحت، كنبقى نعمل هكا في داك الفراغ. انا كيعجبني المنظر ديال هاد القريعات، تحتفظ على الوصفه مزيان، ما هي الطريقه سهله سهله سهله، غير ما تعمريهاش حتى الفم، تخلي بلاصه الفراغ. هانتوما كتشوفوا ها هي فوالا، غادي هانتوما يديا، غادي نرد ليها الغطايه ديالتها. هادي ما فيهاش الثومه، هادي كيطلبوها مني صحباتي بزاف، كنعمر لهم قريعه كنديها لهم. اللي عملت هادي انا اليوم اللي هي فيها ثومه، فيها ورقة سيدنا موسى، اختكم ما بقيتش كنشوف مزيان، فيها الثومه، فيها الحامل، فيها ورقة سيدنا موسى، وفيها زيت الزيتون الطبيعيه فيرج، حتى هذه يعني اي زيت الزيتون ما كتكونش فيها الملحه. هذه هي اللي خديت منها ثلاثه ولا اربعه ديال المعالق وعملتهم في واحد، خديت غير الزويته، خديت ثلاثه ولا اربعه ديال المعالق، عملتهم في واحد الطبيسيل، دخلتهم للميكرووند ميم با اون مينوت وخرجتهم دافيين، وكان نفرق هكذا شعري وكنعمل الوصفه، كنفرق وكنعمل الوصفه حتى عملتها على الفوره ديال الطراس كله. هادي نفعتني اليوم، ما غاديش تصدقوا فاش نفعتني، ملي رقدتها ما مسيتهاش. الوغ هادي زيت الزيتون، ثومه، البزار حبوب، وورقة سيدنا موسى، ها هي شفتوها. هادي يعني ملي كنبغي نعمل ثومه. اللي وقع ليا وهو انا من عشاق العدس، كنحماق على العدس، شهيت اليوم العدس، قلت حليمه ما عندكش ثومه؟ ما عندي والو في الدار، على ود انا ما كنكونش في الدار اكثريه، انا ما كايناش في الدار. قلت حليمه ما عندك والو اليوم في الدار؟ تشهيت العدس، مت على ود كيقول لك الطباخه اللي كطبخ، يعني اللي هي مبدعه في الطبخ، ولو تعطيها غير العدس بوحدو تخرج لك منه لذه
ومذاق بلا ما يكونوا عندها القوام كاملين. انا دخلت الكوزينه كصوب في العدس ديالي وانا تلفت جبت لي القريعه، بنت لي القريعه شنو عملت؟ حليتها مازال ما مسها حتى واحد، والطريقه زوينه لتحفيظ الثومه، باش نحافظوا على الثومه غزاله غزاله. ما نقولش لكم غير حالي عاطيه دابا. الوغ هنا كاين البزار حبوب، ورقه سيدنا موسى، الثومه بيان سور. الوغ شنو عملت؟ هزيت جوج ديال الريوس ديال الثومه هكذا، وزدتهم في يعني التشاميله ديال العدس، وعطات واحد اللذه واحد البنه ما نقولش لكم، ما نقولش لكم سمحوا لي، ما نقولش لكم اللذه والبنه اللي عطات. هذه غير كيف كنقولوا سيستم دي بغويفو، ماشي حيت عندنا القوام دو ا زد ندخلوا الكوزينه ونحطوا الاكله، بالعكس ندخل الكوزينه ان شاء الله، ان شاء الله ندخل الكوزينه مات ولدي وننقص شي حاجه من العطريه، ونقول لها بلاش ما كايناش، ولكن نطيبوا غير بهذا الشيء اللي كاين، ونشوف واش تعلمت من الام ديالها يعني في المطبخ. نعديو ما غاديش نخرجوا الزنقه نجيبوا هادي ولا هادي ولا لا، كنعدي انا بداك الشيء اللي عندي في الدار، وكيطلع داك الشيء كيف كيقول فواز لولادي، تيقول لهم مكم سي ان كوردون بلو، يعني مكم طباخه عظيمه. ماشي انا اللي كنقول، وانما الناس اللي كياكلوا الماكله ديالتي. كنتمنى هاد الوصفه تعملوها، كنتمنى هاد الوصفه يعني لا ديالت ثومه غدا تكرم وغدا تلاح، تعملي لها هاد يعني هاد الطريقه بزيت الزيتون اللي هي يعني هنايا يمكن لك تعملي زيت الزيتون اللي فيها الملحه، على ود ما غاداش تستعمليها على البشره ديالتك. انا عملتها غنستعملها على شعري، اذا ما غاديش نعمل الملحه زيت العود اللي فيها الملحه. هنايا وكذلك هذه فيها مريوت، فيها الحمال، فيها الثومه، هذه عملتها غادا تمشي هذه حتى لايطالي، غادا تمشي حتى لايطالي. وهذه هي اللي البنات قلت لكم منها الشكيل ديالها كيكون في المطبخ، منها لي زانغريديون راني قلتها لكم عده مرات، قلت لكم لي زانغريديون اللي انا عامله فيها، وشاقه بها دابا شعري، وعطيت البشره ديالتي كيف عملت كيف قلت لكم في اللايف، عطيته زيت الزيتون اللي يشربها مزيان يديا وكذلك، وعاودت زيت الزيتون، وان شاء الله تتعلق واحد التدويشه فعلاش تاركها، وغادي يخرج لينا الشعر ديالنا كيلمع، ولكن مع الدوام. انا ملي مشى ليا شعري لو كان مشيت لعند الاطباء يعني غادي يقولوا لي سيفيني خلاص داكشي باين، كان الفوره ديال الراس ديالي كتبان هكا، وكتبان زغبه هنا وزغبه هنا وزغبه هنا، الشعيره هنا والشعيره هنا والشعيره هنا. اذا الحل اللي رجعت به شعري، وراكم كتشوفوا ديك الشعكاكه ديالي، وهو رجعت التجأت الوصفه اللي انا كنت كنعملها يعني بكري، وكنت كنشوف لالا الله يرحمها كانت كتعملها. كنتمنى هاد الفيديو تعملوا ليه على بارطاج، وما تعجزوش ورقدوا القراعي، بدينا وحده نقدوا الثانيه، ونبقاو ديما الشعر ديالنا كنحتفظوا عليه. بغيتي تعملي واحد القريعه اللي تعملي فيها، غادي نعملها لكم في فيديو ان شاء الله، اللي هي تعمليها غير على الحجبان، انا كنعملها على حجباني اللي تيقو بيا، كنت اليوم غادا نمشي نصوبهم بقوه ما كيطوالوا لي حجباني، تيطيحوا
وكيغلاضوا ليا يعني بزاف، ما كنبغيش. كنت اليوم غدا نمشي يعني نقد حجباني، ساعه جاني واحد العجز على ود، خاصني نطيب، خاصني نصبن، خاصني نعمل، خاصني نترك. وفي نفس الوقت بزاف يوم يبقى كتسناني. كنقول لكم جو فوزون براس، ما تنساونيش باللايك، اللايك ديالكم بالبصمه ديالكم ما تنساونيش. واي حاجه كيف كنقول لكم نفعتني وجربتها ومجربه من عند جدودنا ولا والدينا، دوزوها لولادكم ولبناتكم، عفوا دوزوها لبناتكم. بنتي انا كتعرف هاد الوصفه، بنتي ما كنظنش، ولكن الام ديالها كيبقى الدور على الام ديالها تعلمها ليها. كنقول لكم السلام عليكم، على بروشان فيديو لايف ولا وصفه، الله اعلم. جو فوزون براسي، جو فو دي ا بيانتو، السلام عليكم. ما كنسخاش بكم.